وقد اتصل بي كثير من أبنائه على الخاص وعلى الوثاب على أن أعود عن هذا القرار. لا بد من المضي في هذا القرار، وهو إحراق جميع تراثي المخطوط منه والمطبوع. الآن هذه أول بداية الحريق. هذا كتاب التطبيق النحوي، هذا كتاب العقيدة السلفية، الملخص المفيد في أحكام التجويد، أيها الحبيب، صفة صلاة النبي الشيخ الألباني، تبيان في مسائل التكفير والإيمان، الكشاف، وهكذا. هذا ثبت في الأسانيد. هذه من أنفس المخطوطات التي صورتها من تركيا، وهي في المشيخات. هذه من أنفس المخطوطات، نسخة ثانية من المدينة المنورة. هذا كتابي تصحيح الأخطاء والأوهام التي وقعت لمحدث الشام. هذا كتابي الحطة في تعليل حديث عمر بن حمزة العمري في الكتب الستة. هذا كتابي إعلام المؤمنين بسرقات مشهور حسن وأخطائه في كتاب القول المبين. هذا كتابي الضخم موسوعة ترتيب الثقات، تأليف الإمام العلامة المصنف المحدث قاسم القطلوبغة، استدركت عليه أكثر من 700 راوي. أفرغ. هذا كتاب شرح السنة. هذا كتاب الكلمات الراجحات في ضعف حديث قراءة آية الكرسي. تقريب التهذيب. وهذا التقريب، افتحه يا ولدي، افتح هذا التقريب. لاحظوا لم أترك فيه ولا صفحة إلا واشتغلت عليها. لاحظ الذي استدركته على الحافظ ابن حجر رحمه الله. هذا هو كتاب التقريب. هذا تفسير البغوي، تناقضات الألباني الواضحة، استدركت على اللعين السقاف أكثر من 700 ترجمة. الإجماع عند الإمام الشوكاني، هذا هدية للأسف. تناقضات الألباني، اعتقاد أهل السنة ما قرره الأشعري، القصيدة الغرامية، مسند الإمام أحمد، الطبعة القديمة، أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء، الدكتور ماهر ياسين الفحل، تدريس السنة النبوية، هذا كتاب وفاء الكلبان إلى غدر الخلان لشيخنا أبي مالك محمد أبو شقرة. يا مولانا، لم يبقى لا كلبان ولم يبقى خلان، كله أصبح خائنا. هذه مقالات محمود الطناحي رحمك الله يا مولانا، لو عشت إلى هذا العصر لبسخت على نفسك. هذه المقالات. ها
هذه نفائس المخطوطات التي صورتها من المدينة ومن مكة. ترجمة الإمام البخاري رحمة الله عليك يا أبا عبد الله، لو عشت لهذا العصر لا لتبرأت من هذه الأمة. هذه أمة الخذلان، أمة ليس لها إلا تكبير القروش وجمع القروش، السكن في القصور وبناء شاهق الدور. أهل القبر، أهل القبر ومن في حكمهم، نحن أهل القبور. هذه من أنفس المخطوطات في الرجال من تركيا. والآن جاء دور حرق التراث على سيديات حتى لا يعاد مرة أخرى. هذه السيديات كلها كل تراثي. قال الألباني في الحجاب قولا، البنزين يا غلام، أشعل الحريق، أشعل الحريق قبل أن تحرق هذه الكتب. احرق معها قلبي، احرق معها وجداني، احرقها، احرقها، أعطيها النار، أعطيها النار، أعطيها النار. هات عصا كبيرة وقلبها. الحمد لله على حرقي لكل هذا التراث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.